السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، معكم اسلام طاجن، إن شاء الله النهاردة مستمرين في شرح كتاب Understanding and Using English Grammar. الكتاب من إبداع بيت إزهار تقديم اسلام طاجن، وهو الأفضل لشرح وتفصيل قواعد اللغة الإنجليزية. الكورس كامل موجود عندك في الإشعارات فوق أو موجود في وصف الفيديو تقدر تحصل عليه. النهاردة معانا آخر درس في الفصل الثامن، هو بعنوان Common Expressions with Other، تعبيرات أخرى عامة أو شائعة مع كلمة Other. إحنا درسنا Other في الدرس السابق، الفرق ما بين Another، Other، others، the others، okay، أو the other، وعرفنا الفرق ما بينهم كلهم، وعرفنا كمان إن لو جه معاهم expression of time or money or distance بيبقى معناه إيه. النهاردة معانا حاجات تانية مختلفة عنها بتقابلنا في الجمل وما بنعرفش معناها. النهاردة إن شاء الله هنحاول نفسر الموضوع ونبسطه لك. تقريبا معانا 8 استخدامات أخرى لكلمة other. واحد، each other، أو بتساويها one another. ثلاثة، every other. أربعة، the other day. خمسة، one after the other. ستة، one after another. سبعة، other than. تمانية، in other words. هنعرف الفرق ما بين كل الكلمات اللي قلناها دلوقتي، وإن شاء الله تكون بسيطة وما تقدرش تواجه فيها أي مشاكل بعد كده بإذن الله، وتقدر تستخدمها كمان في كتاباتك لو حبيت. دعمك المباشر مهم جدا، لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس، وشكرا شكرا 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 لكل اللي بيكتب كلمة شكر أو بيترك تعليق، تعليق بأثر طيب بيشجعني بيحفزني. في ناس متابعين معايا من أول السلسلة لحد دلوقتي، مشكورين، يعطيكم ألف عافية. إلسس إس وقناة الهداية العلمية وكن إنسان، تعليقاتكم شكرا شكرا شكرا، الإيجابية، التحفيز، الأمثلة اللي بتكتبوها، يعطيكم ألف عافية. ورب فعلا أكون مفيد وأكون على قدر، مش عارف أقول، بس يلا كفاية كده، يلا نروح للدرس نشوف الفرق ما بين اللي فعلت أذر عشان نخلص من الفصل الثامن، ونبقى الحمد لله كده تقريبا وصلنا نص الكتاب ونقصنا النص الثاني، أو تقريبا let's say 40% 45% من الكتاب الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. وربنا يقدرنا ونقدر ننتهي من شرح الكتاب ده كامل، ويكون إضافة لكل اللي يحب يتعلم اللغة الإنجليزية ويعلم نفسه بنفسه عن طريق اليوتيوب for free. سلام، يلا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. chapter 8 lesson 7 common expressions with other. okay، we write to each other every week. each other، each other خلي بالك بتستخدم لما تيجي تعبر عن ان في حاجة مشتركة ما بين اتنين او شعور متبادل ما بين اتنين. يعني شوف، each other هي one another، خلي بالك each other هي one another. okay، we write to one another every week. نفس الجملة each other بيساوي one another. قال لك each other and one another indicate، تشير الى a reciprocal relationship، علاقة فيها تبادل. يعني مثال، خلينا بسطها لك أكتر. My brother and my sister hate each other. أخويا وأختي بيكرهوا بعض. ممكن أقول my brother، أو مثلا أقول they hate one another. they hate one another، كلاهما بيكرهوا بعض، ده بيكره ده. يبقى انت بتستخدم each other one another لما يكون في شعور متبادل، في افكار متبادله، في حاجه متبادله ما بين حاجتين او شيئين. فهنا بيقول لك indicate a reciprocal relationship، علاقه فيها تبادل متبادله. in a I write to him every week، انا بكتب له كل اسبوع. and he writes to me every week، هو بيكتب لي كل اسبوع. in exchange something like that، بس مش تبادل بمعنى ان انا بديك حاجه مقابل حاجه، لا، هي تقريبا نفس الشيء بيحصل بتبادل. جميل، بي، يبقى كده خلصنا من اول اتنين، each other one another، وعرفناهم. please write on every other line، خلي بالك بقى every other line. I see him every other week. every other كل اتنين، ايه كل اتنين؟ يعني كل حاجتين مع بعض. يعني هيبقى في، هقول لك ايه، شفت التناوب؟ يعني لما قال له every other line اكتب على سطر وسيب سطر، اكتب على سطر، اكتب كل سطرين كده، سطر وسطر، سطر وسطر. يعني لما قال له لما قال I see her every other week، يبقى انا بشوفها كل اسبوعين بالظبط. every two weeks، اسبوع واسبوع، اسبوع واسبوع، حاجه زي كده.
شوف هلاك ايه every other can give the idea of تعطيك فكرة alternate التبادل أو التناوب التعاقب in B we write in B هلاك ايه write on the first line اكتب على أول سطر do not write on the second line ما تكتبش على التاني write on the third line سيب اكتب على التالت do not write on the fourth line ما تكتبش على الرابع etc إلى آخره يبقى فيه تعاقب تناوب اكتب على سطر وسيب سطر اكتب على سطر وسيب سطر ده اللي هو ايه every other line يبقى every other week بيشوف اسبوع يسيب اسبوع بيتقابل اسبوع ويشوف اسبوع نعرف اسبوع وهكذا وصلت لك فكره every other line حلو يبقى one another و each another each other one another لما يكون في علاقه متبادله هي هي نفس النوع ما بين اثنين او ما بين شيئين every other ويجي بعدها اي حاجه ده معناه ان في تناوب او تعاقب كل مرتين يعني مرة ومرة بتفوت ويبقى المرة اللي بعدها أتمنى دمت التلاتة دمت كده واصلين each other one another ها every other عايزك في نهاية الحلقة تكتب لي كل الأمثلة دي بتاعت other اللي درسناها يعني to refresh your memory have you seen علي recently شفت علي مؤخرا yes I saw him just the other day إيه انا شفته اليوم الاخر لا the other day معناها منذ بضعة ايام منذ ايام قليلة يا ايوه the other day معناها منذ ايام days ago يعني the other is used in time expressions تستخدم مع التعبيرات الزمنية such as the other day the other morning the other week etc الى اخره يعني ممكن تيجي مع اكتر من حاجة لها دلالة زمنية جميل اللي مثلا يعني قلت ممكن نضيف the other night the other evening جميل to refer to the recent past يعني ايه the recent past تشير الى الماضي اللي حصل مؤخرا يعني والله شفته من ليلتين كده من ثلاث ليالي من اربع ايام حلو in C the other day means a few days ago منذ ايام قليله فاكر a few يعني قليل يكفي not long time وده وقت مش طويل يعني من 3 4 5 ايام كده يعني حاجه زي كده يبقى I saw him just the other day انا لسه شايفه the other day لاحظت ان كلمه saw جايه في الماضي البسيط يبقى the other day اللي هي days ago ماضي بسيط استخدمها في التصريف الثاني خلي بالك لان other هتطلعك عن شعورك شويه للمعاني المختلفه ليها والاستخدامات المختلفه يعني الدرس اللي فات كان واضح بيوضح الفرق ما بين another و other و others و the other و the others والموضوع بسيط خالص هنا استخدامات تانية شائعة بتطلع في وسط الجمل كده أو تلاقيها في وسط الكتاب في التكست وأنت مش فاهم معناها each other one another every other بحب أراجعهم دايما عشان ما ننساش the other day منذ أيام قليلة منذ بضعة أيام جميل اللي جاي بعد كده سهل إن شاء الله the ducklings اللي هو البط الصغير walked in line ماشي في سطر ماشي في صف واحد حلو behind the mother duck ورا امهم البطل الحبوبه العسل دي بص كده then ثم وبعد ذلك the mother duck slipped into the pond هوب نزلت فين في البركة المي اهي اوبس نزل حتى يقول لك سليب شوف البطل اللي على الدور نزله زحلقه كده the ducklings followed her البط الصغير يتبعها they slipped into the water one after the other واحدة بعد التانية بتتابع كده they slip one into the water one after the other قال لك الجملة تانية بشكل تاني الجملة الأخيرة دي they slipped into the water one after another ملاحظ لما بيقول the other لازم يقول the other هي بتساوي another ركز in D one after the other expresses the idea بتوضح فكرة ايه واحد بعد الآخر separate actions okay very close in time هما نازلين هما ماشيين في سطر واحد طبيعي لما امهم نزلت في الميه اللي هينزلوا كلهم مع بعض في نفس الوقت لا واحد بواحد واحد بواحد فبقول لك ايه احداث متعاقبه منفصله separate actions okay very close in time متعاقبه اهو very close in time وقت قريب بتحصل ورا بعضها ورا بعضها زي اللي بيسلموا الورقه في الاختبارات تلاقي واحد بيسلم they hand out the paper ها one
after the other، كل واحد بيسلم الورقة بعد التاني، واحد سلم اللي بعده بيسلم التالت بيسلم، one after another، واحد بعد واحد. هو ده اللي هو عايز يقوله، بيقول لك one after another has the same meaning as one after the other. هي يا one after another، هي يا one after the other، بس الفرق طبعا في الشكل والاستخدام في التكوين، المعنى واحد والاستخدام واحد. الجملة هي بيقول لك ايه؟ no one knows my secret، مفيش حد يعرف سري اللي عندي، other than Rose. ايه other than؟ other than ما عدا Rose. no one knows my secret، لا احد يعرف سري other than Rose. كان ممكن يقول except Rose، او زي ما موجود لك في المثال اللي بعده جي، no one knows my secret except for Rose، او ممكن تقول except Rose على طول ما فيش مشكلة. يعني other than معناها ما عدا، باستثناء باستثناء. هي دي انا قلت باستثناء، هي باستثناء. اوكي. ان اف other than is usually used after a negative to mean except، في الغالب بتيجي بعد النفي. يعني ايه no one؟ هي النفي هنا، ما اصل واحد يقول لك ما المفروض كان يكتب doesn't know، لا هي no one نفي منفيه اساسا. لو انت فاكر واحنا بنشرح في البروناونز في الانديفينيت بروناونز، قلت لك عيله نو هي منفيه، عيله نو هي منفيه، نفي عيله every، يعني everyone عكسها نفيها no one، everywhere نفيها nowhere، everything نفيها nothing. فهو no one هنا جاي نيجاتيف اساسا، هي بتعطي معنى نفي. no one knows my secret الثاني لخبطتنا other than Rose، ما عدا except for Rose، except Rose. دخلنا الثه في الذه في السين، يلا يبقى وصلت لنا فكرة other than معناها ايه؟ ما عدا. اخر مثال H، fruit and vegetables الفواكه والخضروات are full of، مليئين ب vitamins الفيتامينات and minerals والمعادن. ماله يعني؟ عايز اقول لك ايه؟ in other word بمعنى اخر. يعني انت in other word ديت بتلخص لي كل اللي فات وتقول لي ايه بالمختصر المفيد بشكل تاني كده، they are good for you، هم حلوين ليك. يبقى in other word بمعنى اخر، بشكل اخر، بمفهوم اخر، بتعبر له بقول له كده، بقول له الخلاصه بعدين. is used to explain usually in simpler or clearer terms، بشكل ابسط بشكل اوضح، the meaning of the preceding sentences، ده معنى بيكون معنى لكل الجمل اللي قبلها، sentence or sentences جمله او جمل. مكتوب تحت in typical usage في الاستخدام النموذجي، each other and one another are interchangeable، ممكن تستخدمه بالتبادل، ما ده اللي شرحناه في الاول. there is no difference between them، مفيش فرق. some native speakers، ده الفرق هنا بقى، بعض اهل اللغه however مع ذلك use بيستخدموا each other when they are talking about، لما بيجوا يتكلموا عن only two persons or two or things، لما بيجوا على يتكلموا على شخصين او شيئين، and one another when there are more than two، يعني عايزين بيستخدموا each other لما تكون العلاقه ما بين اتنين بالتبادل، زي المثال الاولاني my brother and my sister hate each other. في ناس ما تستخدمش one another في الجملة دي. قالك بعد كده قالك and one another when there are more than two، لما يكون في أكتر من اتنين، my family and my family members and my wife مثلا، نفترض hate one another. هنا ليه استخدمنا one another؟ لأن my family members أفراد مختلفين كتير، فهيبقى هنا العلاج الوضع كبير، حرفيا كل واحد فيهم بيكره التاني. وصلت الفكرة؟ اللي هي my family و my wife، طب برضو تعتبر one another، بس دي بالمعنى اللي أنا عايز أوصله لك. أتمنى إن تكون عرفت الاستخدامات المختلفة لـ other ومعانيها، وإزاي تقدر تفرق ما بينهم. لو قابلوك each other، one another، every other، the other day، اكتبهم تحت. one after another، one after the other، one after another، و other than،
وان اذر ووردز. شكرا ومبروك، خلصنا الفصل الثامن. والفصل التاسع مليان مفاجآت لانه بيتكلم عن مودلز، مودلز اللي هي الافعال الناقصه، وقصتها كبيره على فكره. ده مكتوب بارت 1 يعني في بارت 2، وهي فعلا تستحق بارت 2، ولو كان المفروض كمان يبقى في بارت 3 بس ما فيش، واعتقد بارت 1 بارت 2. بس بارت 1 لوحده 11 درس، يعني الموضوع يبقى فيه مليان معلومات. هنعرف الاستخدامات كتير للمودلز وهنحفظهم مع بعض ان شاء الله. شكرا لوجودك وكفايه. السلام عليكم، مع السلامه.